منذ ما يزيد على 70 عاما والدول العظمى تتسابق في إنتاج المقاتلات الحربية، واضعة نصب أعينها الوصول إلى نوعية مميزة قادرة على السيطرة والحسم، بعد أن ثبت بما لا يدعو للشك أن من يسيطر في الجو يسيطر على الأرض، وما أن القوة هي عنصر مهم في الحفاظ على أمن الشعوب، إلا أنه وللأسف بات التمتع بالقوة عند بعض الدول هدفا للسيطرة على أمن الشعوب واقتصادها، وليس كل من امتلك القوة أصبح حياديا أو نصيرا للعدل. يوجد حنين معين ارتبط مع مقاتلات الحرب العالمية الأولى البسيطة ذات الجناحين. طيارون شجعان أرسلوا إلى الجو للقتال رجلا لرجل متحررين من رعب حرب الخنادق في الأسفل. لقد كانوا فرسان الهواء، إذ كان الصراع الجوي في الحرب العالمية الأولى خطيرا حقا. كان طيارو المقاتلات الحربية الأوائل تعساء غير محميين، لأنه لم يكن قد تم اختراع المظلة الفعالة بعد، لذا لم يكن هناك وسائل للهرب من طائرة تحترق. أصبحت المقاتلات أكبر وأسرع في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، ولكنها أقل رشاقة. وفي السنوات الأخيرة جعلت التقنيات الجديدة المناورات العسكرية السريعة ممكنة مرة أخرى. وبالرغم من أن تصاميم المقاتلات في أيامنا هذه مناورة بشكل رائع، إلا أن ديناميكيتها الهوائية غير مستقرة. إنها مهما يكن آمنة وسهلة الطيران نتيجة نظام التحكم بالطيران الجديد المسمى الطيران الآلي. يتحكم الكمبيوتر بكل أوجه الطيران، فالطيار لا يقوم بعمل الضبط الدقيق الضروري للمحافظة على ثبات الطائرة خلال مناورات السرعة العالية باستخدام أجهزة التحكم التقليدية. الكمبيوتر يبرمج لضبط العديد من أوجه التحكم في آن معا لإعطاء الطيار المناورة المطلوبة وللحؤول دون فقدان السيطرة على الطائرة وتحطمها. مع طائرات الحرب العالمية الأولى ذات الجناحين كان هنالك معاناة عند الطيار فقط لإبقاء طائرته في الهواء. في المقاتلات النفاثة الحديثة تتجاوب الآلة لمجرد حركة معصم الطيار. التحسن الجدير بالذكر هو وحدة عرض النتائج العليا والتي تضع كل معلومات الطيران الحيوية أمام حقل رؤية الطيار، وهي شبيهة جدا بالشاشة المقروءة الموجودة في ألعاب الفيديو. ربما الفرق الأوضح بين المقاتلات التقليدية للحرب العالمية الأولى والطائرات المقاتلة في يومنا هذا هو السرعة. فالمقاتلة الحديثة ماك 2 يمكنها أن تطير بما يقارب 1500 ميل في الساعة، وهذا يعني أنه سيكون هناك فقط ساعتان من نيويورك إلى لوس أنجلوس. يوجد حسنات للسرعة العالية داخل طائرة المقاتلة، ولكن يوجد أيضا غرامة يجب دفعها. إحدى الغرامات لمناورة السرعة العالية هي الضغط الهائل أو قوة الجاذبية التي يتعرض لها الطيار. هذه القوة يمكن أن تكون فاصلة جدا، حيث من الممكن
تأتي مقاتلات اليوم بمجموعة مذهلة من الأشكال والأحجام وبأسعار يبلغ أقصاها 50 مليون دولار. يستخدم عدد من القوات الجوية أنواع عدة من المقاتلات. تستعمل القوات الجوية للولايات المتحدة 3 أنواع من الطائرات: المقاتلة F-16، القاذفة للقنابل، المقاتلة A-10 الضخمة التي تقوم بدور المساندة للعمليات الجوية القريبة، والمقاتلة الهجومية F-111 للمهمات ذات المدى البعيد. إن مهمة طائرات F-16 فايتر فالكون ذات الوزن الخفيف هي تنفيذ العمليات ذات المدى المتوسط والقصير. هذه المقاتلة القاذفة للقنابل ليست قادرة فقط على القيام بمهمات الهجوم الأرضي والتي هي من اختصاصها، بل سرعتها وقابليتها على المناورة تجعلها مقاتلة ضارية في صراعات المدى القريب. A-10 ثاندربولت، لقد صممت مقاتلات A-10 خصيصا لمطاردة الدبابات، وهي واحدة من العديد من الطائرات المقاتلة النفاثة التي تمتلك درعا لحماية الطيار والمحركات والعناصر الأساسية من النيران الأرضية. إن المقاتلة A-10 هي واحدة من أقدم المقاتلات الهجومية في العالم. يخرج من مقدمتها مدفع جاو 8 جاتلينج جان، مصمم خصيصا لإبادة العربات المصفحة، وذلك بإطلاق قذائفه المصنوعة من الإيرانيوم المستنزف بمعدل 70 قذيفة في الثانية. وبما أن المقاتلة وورد هوب قد صممت خصيصا لإبادة ومهاجمة الدبابات، إلا أنها مقاتلة بطيئة. ولدى المقاتلات الهجومية السريعة وقت مدهش للتعامل مع الدبابات، وبانتقالها مئات الأميال في الساعة تمضي النفاثة السريعة وقتا صعبا للعثور على الأهداف الصغيرة نسبيا كالدبابات. وبما أن هذه الدبابات مصفحة بكثافة فهي تتطلب قصفا مباشرا لإبادتها، وبالرغم من أن المقاتلة A-10 كبيرة وبطيئة فهي رشيقة ومناورة.